بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم مشاهدينا الكرام وأسعد بصحبتكم الكريمة خلال هذا اللقاء. النهارده بيبدأ تشكيلة بلدية المحلة بأحمد حسين في حراس المرمى، رباعي في خط الظهر أحمد رضا، محمد عبد الرازق، نور الزمان زموري، وهشام حافظ، وثلاثي في وسط الملعب ماجد هاني، يوسف حسن، وعبد الرحمن اللهوني، ومثلث أمامي لبلدية المحلة مكون من فيبو حكيم، محمد الميسي، وفي الأمام حسام أشرف. على الجانب الآخر الكابتن عبد الحميد بسيوني بثلاث تبديلات وتعديلات عن آخر اللقاءات والتعادل الإيجابي مع الجونة 1-1. النهاردة بيبدأ تشكيلة طلائع الجيش، محمد شعبان في حراس المرمى، رباعي في خط الظهر أحمد متعب، محمد فتح الله، خالد سطوحي، زولا، وثنائي في وسط الملعب مكون من فريد شوقي وحميد ماو، وأربع أوراق هجومية لفريق طلائع الجيش ممثلة في كريم طارق وعبد الرحمن شيكا ويسري وحيد، وفي الأمام النيجيري جودوين شيكا. النهاردة هيدير هذا اللقاء تحكيميا الكابتن محمود وفا، هيساعده كل من الأحمدين أحمد بكر كمساعد أول وأحمد زيدان كمساعد تاني، ويبقى أصدقاء الحكم الرابع محمود ناصف، وهناك في غرفة الفار مصطفى مدحت ومساعده علاء صبري. لحظات أصدقائي، وتنطلق صافرة بداية أحداث هذا اللقاء. محمود وفا بعد غياب شهرين النهاردة بيعود ليدير تاني لقاءاته في بطولة الدوري المصري الممتاز، وعلى بركة الله أصدقائي هنظبط الساعات ونبدأ نتابع أحداث هذا اللقاء الهام. الاتنين طمعانين في الثلاث نقاط، يديك لقاء جميل مثير، بنأمل ان احنا نشوف ترجمة. ادي كورة عرضية، وادي جودوين شيكا، وادي تسديدة، وجول جول 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 جول، ولكن في راية وصفارة، في صفارة خطأ على جودوين شيكا، لكن اتهيأت واتأشرت. ده كمان في كارت نتيجة الاندفاع ونتيجة الالتحام. هنشوف، وبص شوف العرضية، استخدم المرفق المهاجم النيجيري جودوين شيكا، عشان كده اشهر وفا حكم اللقاء كارت اول في احداث اللقاء. الركنية الاولى لطلائع الجيش جالها احمد متعب، هنشوف القدم اليسرى لفت على القائم الاول، ودي كرة جول 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 جول، مكتباله كريم طارق بيقول اشهد ان لا اله الا الله باول الاهداف. بالفعل اهدر فرص كتير جدا جدا خلال السبع لقاءات، لكن قوم الكل بعد ركنية اولى وراسية اولى، بيتقدم طلائع الجيش ويتقدم ويسعد عبد الحميد بسيوني. ليه عودة التهديف لكريم؟ كريم طارق بالاحضان يا حبيبي بالاحضان، في الدقيقة 23 اتنفذت 10/10 ولمسها وقدم المطلوب اثباته اخيرا. كفارة كريم طارق اصدقائي، يسجل اول اهداف اللقاء ويحرر اللقاء من التعادل السلبي، وكريم طارق يفك نحسه شخصيا ويسجل اول اهدافه لطلائع الجيش هذا الموسم. 1-0، اتحرر اللقاء من التعادل السلبي وتقدم بفضل خبرات وقدرات كريم طارق بعد هدف الدقيقة 22. اتلعبت كورة عرضية مرة تانية، كماتشو في مكان خطير، وجول جول جول جول، مش ممكن مش معقولة، الكرات الثابتة في منتهى الخطورة لمصلحة الطلائع الرائع اللي بيسجل تاني اهدافه في الدقيقة 27 بعد 5 دقايق، كماتشو كمان بيسجل تاني الاجوان. مش قلت لحضراتكم حافظ الملعب بكل شبر وكل سنتي وكل متر؟ علشان كده ياخد الكرة العرضية من عبد الرحمن شيكا علشان يعمل كنترول. بص شوف الحكاية، وبص شوف كماتشو جاي من الخلف، 10/10 ولا افضل مهاجم، ووسط مفيش اجمل من كده، وسط على الاووز
لف 10 على 10 180 درجة ويحطها في الركن البعيد الهادي علشان طلائع الجيش، الطلائع في الطلايع، والطلائع بعد الدقيقة 27 يعلن عن تقدمه. حتى الآن 2 لا شيء من أميسي، لكن بتطول، يضغط رضا ودي يسلم على طول عند أكيم، عد أكيم خطير وسريع ورشيق، لكن زولا بيصطادها من أمام. فيبو حكيم بيو على الأرض أحمد زولا، لكن الضغط الهجومي والرغبة الهجومية ومحاولة الاقتحام اللي عملها فريق بلدية المحلة في الدقيقة 40 أسعدت جماهير المحلة، خصوصا بعد ما تقدم طلائع الجيش 2 لا شيء. وحتى الآن لم يظهر البلدية بالوجه الهجومي المعتاد، اتلعبت الركنية، لكن رأسية دفاعية تعلى وشعبان بالبوكس يبعدها كمان وكمان عن منطقة الخطورة. رحمن رضا كرة عرضية، لسه ما شفناش حسام، المرة دي لمسة رأسية وخطأ، وفي كارت تاني، ده لسه واخد كارت، هتبقى حالة طرد، مش ممكن، مش معقولة، حالة طرد. والمصائب لا تأتي فرادة، صحيح المصائب لا تأتي فرادة. يوسف حسن بياخد الكارت التاني ومحمود وفا ما بيسميش. أشهر الكارت التاني ليوسف حسن وبلدية المحلة أصدقائي من نهاية الشوط الأول، هيلعب بعشر لاعبين وهو متأخر أيضا 0-2. حالة الطرد رقم 14 في بطولة الدوري، وأول حالة طرد في تاني لقاء لمحمود وفا. ماجد هاني في بو حكيم بيربط مع حسام، وسع لنفسه وتزيدها حلوة بترتد، مش ممكن فرصة، ودي مرة تانية، مرة تانية أول فرصة حقيقية فيها أنياب وفيها رغبة وفيها كثافة عددية، يتفاعل معاها جمهور غزل المحلة لأنه شعر بقوة ورغبة لعيبة البلدية في تزليل الفارق وهم بنقص عددي. أدي كورة وتسديدة قوية ينقذها شعبان، عدت من حكيم ترجع مرة تانية لهشام. بالفعل أصدقائي في كل مكان، محمود وفا حكم اللقاء بيزدل الستار على منتصف القصة والحوار. تقدم طلائع الجيش على صاحب الضيافة مش بهدف، بهدفين، الأول عن طريق كريم طارق والثاني عن طريق كاماتشو. إلى الملتقى أصدقائي مع بداية أحداث الشوط الثاني واستكمال الحكاية، بلدية المحلة وطلائع الجيش. لسه هنشوف أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة، هل يا ترى عمل تبديلات وتعديلات؟ هنشوف ونتابع، لكن خلونا نظبط الساعات أصدقائي ونبدأ نتابع أحداث الشوط الثاني والخمسة واربعين دقيقة الحاسمة الفاصلة في لقاء بلدية المحلة وطلائع الجيش، وتاني لقاءات الأسبوع الثامن في بطولة الدوري المصري الممتاز. 53 بلدية المحلة، ودي كرة مرة تانية وفرصة كبيرة، يسري وحيد حط جسمه لكن هربت الكرة، اهتم بإبعاد المدافع لكن ما تبعش الكرة، كان يقدر يحط جسمه ويحمي الكرة ويعمل انفراد صريح بأحمد حسين، لكن مش متابعين حضراتكم ان كل محاولة بفرصة خطيرة، وهنا اتحدث عن المحاولات الهجومية من جانب طلائع الجيش بأقل عدد ممكن من التمريرات، هي تمريرة عملت انفراد وعملت خطورة كبيرة، لكن أحمد رضا في توقيت عالمي بيشيل الكرة من أمام يسري وحيد، فلو نتيجة كبيرة على فريق بلدية المحلة اللي حتى الآن بيحاول. ودي كرة قوية جدا جدا، العزف السولو، العزف المنفرد، المحاولات الهجومية الفردية اللي فيها قدرات كبيرة جدا جدا من النيجيري صاحب 19 عام، عدى وفات، دس على كورته خفيف رشيق، عدى من حسام اللي لسه نازل، لكن القائم بيخدم شعبان وبيخدم طلائع الجيش، ويطلع كورة فيبو حكيم الى خارج الملعب.
هل لمسها شعبان؟ فرصة كبيرة جدا جدا لفريق بلدية المحلة. كرة مرة تانية الإسلام عنده حلول، لكن برضو الكل طمعان انه يزور مرمى بلدية المحلة. لو لعبها بالعرض طبعا 100% جول، هو الفوز الاول لطلائع الجيش على بلدية المحلة في ارض المحلة. وبالفعل اصدقائي في هذه الاثناء بينهي اللقاء كابتن محمود وفا احداث اللقاء، لقاء بلدية المحلة وطلائع الجيش، وفوز مهم جدا جدا وثلاث نقاط من الماز لمصلحة طلائع الجيش اللي بيرفع رصيده أصدقائي إلى النقطة 14 بعد ما فاز على بلدية المحلة 2-0 في الأخير. مليون مبروك لطلائع الجيش، هارد لك بلدية المحلة. في الأخير لا يسعني أصدقائي إلا شكر حضراتكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع. تحياتي أيمن الكاشف.